مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم مستر إدمو في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو سوف أشارك معكم 10 أقوال لتوماس شيلبي: العاقل من يستفيد من أعدائه، والغبي من لا يستفيد من أصدقائه. يمكنك تغيير ما تفعله، ولكن لا يمكنك تغيير ما تريد. الشجاعة هي الذهاب إلى حيث لم يذهب رجل من قبل. عندما تخطط لشيء جيد فلا داعي للاستعجال. نعم سأسقط يوما، ولكن لن أنحني أبدا. أنا أعيد الشخص غريبا كما كان، بكل هدوء، كل باب يغلق برغبة صاحبه، لا تتركه أبدا. الشخص المهم في حياتك ليس الشخص الذي تشعر بوجوده، بل الشخص الذي تشعر بغيابه. لا تجبر أحد على فعل شيء لك هو لا يريده، فجمال الأشياء يأتي دون طلب. لا تفرض نفسك على أحد، دع الوقت يخبره بقيمتك. كانت هذه حلقة اليوم، أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم. السلام.